أيها الأبناء، احفظوا هذه الجملة: من عاش خادما تحت قدم أمه عاش سيدا فوق رؤوس قومه. من عاش خادما تحت قدم أمه عاش سيدا فوق رؤوس قومه. عباد الله، القرب من الوالدين قربة، والبعد عنهما مسخطة. لا بد أن نعلم أن كل بيت فيه أنفاس الوالدين فهو بيت رحمة وحنان. الوالدان أفنيا الأعمار وأنفق الأموال علينا صغارا، تعلقت قلوبهم بنا كبارا، حتى إذا احدودب منهم الظهر وتقاربت الخطى وارتعشت الأطراف وأنهكتهما الأمراض وزارتهما الأسقام، وابيض منهما ما كان أسودا واسود منهما ما كان أبيضا واشتد منهما ما كان لينا ولان منهما ما كان مشتدا، تعقلهم الشعرة ويتعثرون بالبعرة، يجازون بعد ذلك كله بالإعراض والنكران. تأملوا يا رحمكم الله وصف هذه اللحظات في القرآن العظيم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبعد هذا العمر جاء إليك أيها الابن يتطلعان إلى إحسانك ويؤملان الصلة والمعروف منك، فوجداك فظا غليظ القلب لئيم الطبع شرس المعاملة سيء الخلق. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا هذا إنه لا يقابل الإحسان بالإساءة إلا اللئام، ولا يقابل الجود والكرم بالإهانة إلا الطغام. وربي لا يفعل ذلك إلا من غلبت عليه شقوته وأعماه شيطانه وأضله هواه. أما علمت أيها المسكين أن رضا الله في رضا الوالد؟ أما علمت أيها المسكين أن رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد؟ والله وبالله وتالله إن الخير كل الخير في الوالدين المسنين، إن الخير كل الخير في الوالدين المسنين. قال صلى الله عليه وسلم: الخير مع أكابركم، الخير مع أكابركم. وفي رواية: والبركة مع أكابركم. الوالدان رؤيتهما طاعة، رؤيتهما طاعة، وحديثهما قربة، ودعاؤهما بركة، وطاعتهما حسنة. بكى أحد السلف عند قبر أمه لما دفنوها، فقالوا له في ذلك، فقال: لم لا أبكي وقد أغلق علي باب من أبواب الجنة؟ وحق له البكاء، فموت أحد الوالدين صدع في الفؤاد لا يجبر، موت أحد الوالدين صدع في الفؤاد لا يجبر. لا تجبره زوجة ولا ولد ولا جاه ولا سلطان. عباد الله، حذاري حذاري أن تبعدوا من أوصاكم محمد صلى الله عليه وسلم بها وجعلها أحق الناس بحق الصحبة. يقول أحد الشباب: خرجت ذات ليلة أنا وزوجتي نتعشى في أحد المطاعم، وأخذنا أمي معنا، كانت الفرحة تكاد تملأ قلب أمي. قالت لنا في لحظة من الفرح والحنان: الأسبوع القادم
عشاكم علي في هذا المطعم؟ ثم سألتني عن تكلفة العشاء فقلت لها 350 ريالا، وبعد 4 أيام تعبت أمي تعبا شديدا، توفيت في اليوم الخامس. وبعد مدة من وفاتها وجدنا تحت مخدة سريرها 350 ريالا ملفوفة بورقة كتب عليها مبلغ عشاء ابني محمد وأهله. أيها الأبناء، أيها الأبناء، أدخلوا السرور إلى قلوب والديكم قبل أن يدخلوا قبورهم فتندموا ولا تساعة من دم. أيها الأبناء، استثمروا فترة حياة والديكم ببرهما والإحسان إليهما. قال مكحول والإمام أحمد أن بر الوالدين كفارة للكبائر، فلا تطع زوجة في قطع والدة عليك يا ابن أخي قد أفنت العمر. فكيف تنكر أما ثقلك احتملت وقد تمرغت في أحشائها شهرا، وعالجت بك أوضاع النفاس وكم سرت وقد ولدت مولودها ذكرا، وأرضعتك إلى الحولين مكتملة في حجرها تستقي من ثديها الدررا، وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى. فلا تفضل عليها زوجة أبدا ولا تدع قلبها بالقهر منكسرا. أخي الحبيب، الأم لأجلك أذابت مهجتها وأرضعتك من ثديها، غسلت بيمينها عنك الأذى وآثرتك على نفسها بالغذاء، صيرت حجرها لك مهدا وأنالتك إحسانا ورفدا. لماذا يا أخي، لماذا لما كبر سنها واحتاجت إليك جعلتها هداك الله من أهون الأشياء عليك؟ إذا سافرت يا أخي سل نفسك هذا السؤال: أيهما أكثر سؤالا عني، أمي أم زوجتي؟ إذا مرضت يا أخي سل نفسك هذا السؤال: أيهما أكثر سؤالا عني، أمي أم زوجتي؟ إذا مت الأم تبكيك أضعاف أضعاف الزوجة، بل إن الزوجة قد تنساك مع زوجها الجديد. إنني لا أنكر وفاء الوفيات من الزوجات، لكنه لا ولم ولن يكون كوفاء الأم. يا معشر الأبناء، لا تتصوروا أن بر الوالدين مهمة شاقة يصعب القيام بها، وثقوا أنها النفس تعتاد منا على ما عودناها عليه، فلنوطن النفس على بر الوالدين ولنجاهد النفس عليه، فسيكون ذلك سجية لنا وطبعا. اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم أرضهما عنا، اللهم من كان منهما حيا اللهم فأطل عمره على عمل صالح، اللهم ومن كان منهما ميتا اللهم فارحمه برحمتك الواسعة، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار هباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك. اللهم اجمعنا بوالدينا وذرياتنا وأزواجنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك يا رب العالمين.